السلام عليكم. التمديد والمراوغات وإضاعة الوقت هي الحاضر الأبرز في مشاورات الكويت. ففي كل يوم يمر يختلق تحالف الانقلاب المزيد من الأعذار التي لها علاقة بالمماطلات الممنهجة كحيلة سياسية أكثر من علاقتها بالرغبة الجادة لمحادثات السلام. لا التزام بالأجندة، لا التزام بجدول الأعمال، لا التزام فيما تم الاتفاق عليه في تعهدات بييل سويسرا حول ما عرف بإجراءات بناء الثقة. الوفد الحكومي يتحدث عن رؤيته لنزع سلاح الانقلاب، والحديث عن نزع السلاح يختلف تماما عن مسألة تنفيذ تلك الرؤية، على الرغم أن وزير حقوق الإنسان يقول إن الحكومة هي المخولة مع التحالف العربي بنزعه. كما يطالب الوفد الحكومي الأمم المتحدة بموقف فوري بشأن جرائم التحالف في تعز، ويصف استمرار قصف المدنيين بجرائم الحرب التي قد تنسف أي مسار للسلام. إذن هذا كل ما يدور داخل أروقة المفاوضات، مباحثات ولقاءات ومشاورات ومماطلات. وهنا نتساءل أمام كل هذه المماطلات من قبل تحالف الانقلاب، هل تنتظر مشاورات الكويت من يطلق عليها رصاصة الرحمة؟ أم أن الأيام القادمة قد تحمل انفراجة مفاجئة للجميع؟ ما الذي سينتج عنه قرار تمديد المشاورات لـ30 يوما إذا لم يتغير موقف الانقلابيين؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا بداية نشاهد هذا التقرير. الجمود يهدد بانسداد أفق المشاورات في الكويت. 8 أيام مضت على انطلاق مشاورات الكويت التي ترافقت مع جملة مؤشرات جعلت منها محطة استثنائية في مسار فاشل من المشاورات بين الحكومة والمتمردين منذ انطلاق أول جولة منها منتصف مايو من العام الماضي. فترة زمنية ليست بالقصيرة، فيما لا يزال المبعوث الأممي يسعى جاهدا لإقناع ممثل الإنقلابيين بقبول أجندة المشاورات التي سبق له أن أجرى محادثات مطولة معهم بشأنها في صنعاء. لا يريد الإنقلابيون من مشاورات الكويت سوى إسكات طائرات التحالف وإيقاف تحليقها في سماء اليمن، حتى يتسنى لهم تحريك التعزيزات العسكرية إلى الجبهات بعد أن سجلت ميليشياتهم تراجعات كبيرة فيها قبل سريان الهدنة. ويريدون من هذه المشاورات إحياء مخطط الإطاحة بالسلطة الشرعية الذي كانوا قد بدأوا فيه منذ أوائل العام المنصرم وأفشله التدخل العسكري الواسع للتحالف العربي. منذ أن قدم ممثل الإنقلابيين إلى الكويت وفي نيتهم تكريس الوضع الملتبس في مسار المفاوضات عبر إصرارهم المستميت على تقديم بند مشاورات الحل السياسي عن بقية البنود المتضمنة للخطوات الإجرائية الضرورية، وفي المقدمة منها إنهاء مظاهر الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من ممارسة ولايتها الدستورية على مؤسسة الدولة. إنهم كمن يصر على وضع العربة قبل الحصان، بل ويضع العصا في دولاب المشاورات بنية إعاقتها وإفشالها إن لزم الأمر، ولكن دون تحمل الكلفة السياسية لهذا الفشل. 74 خرقا للهدنة سجلته لجنة التهدئة خلال 24 ساعة فقط، وبين هذه الخروقات ضحايا بالعشرات نتيجة القصف المستمر على الأحياء والتجمعات السكانية في تعز والبيضاء والجوف ومارب وشبوة. 20 بين قتيل وجريح حصيلة ذلك القصف الممنهج من جانب الميليشيا الإنقلابية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الدبابات والهاونات والأسلحة المتوسطة. من بين أخطر هذه الخروقات التحريك المستمر للتعزيزات إلى جبهة القتال على نحو يكشف نزعة الإنقلابيين إلى تكريس مشروع الحرب والإنقلاب والتنصل من التزاماتهم تجاه استحقاقات الحل السلمي الذي يضغط المجتمع الدولي على الحكومة والتحالف للمضي فيه رغم النهايات غير المضمونة لهذا المسار. أنجزت ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح انقلابهم بالسلاح وبالاستخدام المفرط لهذا السلاح، ولا يبدو أنهم سيفرطون بهذه الأداة، وليس من المؤكد حتى أن يكون التنازل عن السلاح آخر خياراتهم. تحد يضع المجتمعين الدولي والإقليمي أمام الاختبار الصعب فيما يخص التعامل مع النتائج التي قد تنجم عن الفشل المحتمل لمشاورات الكويت التي لا يبدو أن محطة أخرى يمكن أن تتوفر بذات المزايا والإمكانيات لإعادة إطلاق الحلول السلمية كما هي محطة الكويت التي يقامر الإنقلابيون في الخروج منها بحصاد الفشل. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد أزرق الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. بداية أستاذ أحمد، يعني هذه المماطلات والتمديد في المواعيد أيضا، يعني ما الجديد في المشاورات بهذا الشكل إن تمت يعني إلى الآن تقريبا أكثر من 10 أيام ونحن ندور في نفس الدائرة؟
أولا هناك خلل كبير جدا عندما يعلن المبعوث الأممي أن سقف المفاوضات هذه مفتوحة، يعني هذا دليل على أنه لا يوجد احترام للوقت إجمالا من المجتمع الدولي، من المبعوث الأممي، من المشاركين. عندما يرى الحوثيون والوفد صالح أن هذا هو تعامل الأمم المتحدة، فبالتالي سيكون النتيجة أن يمددوا ولا يبالوا. إلى الآن كان يفترض أن يتم الدخول في الموضوع مباشرة، لكن اعتادت الميليشيا أن يتم تدليلها من قبل المجتمع الدولي، من قبل الأطراف الدولية، الأمم المتحدة، وبالتالي هي تستمر في المماطلة. ماطلت في جنيف وماطلت في بيال والآن تماطل في الكويت، وبالتالي نعم. هي لا يوجد ما تخسره، بالعكس هي تستفيد من بقاء الوضع بهذه الشكل، ويتقول العالم أنا ذهبت وهذا سقف يعني التفاوض الذي أريده. هم يقولون أنهم لم يذهبوا لتسليم السلطة ولا يعقل حتى. طيب هناك أستاذ أحمد، يعني من يجد أن هذا السقف المفتوح ينظر إليه بنظرة إيجابية نوعا ما، أنه يعني إذا كانت المشاورات محددة بأسبوع أو 10 أيام فستظل المماطلات إلى أن تنتهي العشرات الأيام ويعودوا، يقول خلص انتهت المشاورات، لكن الآن يعني لا تعطيهم مجال للعودة إلا بعد أن يعني يحكموا. لا يوجد ما يلزمهم أصلا بأن يقدموا تصور أو يقدموا حلول. هم لم يذهبوا إلى الكويت لتقديم حلول، هم ذهبوا لتسجيل حضور تسجيل موقف، وهذا ما يحاولوا إظهاره، يعني يتعنتوا في القاعة في حضور الاجتماعات مع الوفد الحكومي، لكنهم يذهبوا للقاء السفراء ولقاء المسؤولين خارج قاعة المفاوضات. وبالتالي نحن أمام جماعة تحاول تسويق نفسها، تحاول تقديم نفسها، تحاول أن تقول أنها هي ما زالت في مركز قوة، وبالتالي هي ما زالت متحكمة في الدولة، في المؤسسات، في الوضع السياسي، في صنعاء ما زال الجميع يتعامل معها، وبالتالي ما الذي يجبرها على تسليم السلطة؟ يعني إلى الآن هناك قرار أممي، هناك مجموعة من أيضا يعني هناك حرب دارت لمدة أكثر من عام، وبالتالي لم يحدث تغير كبير. نعم، ولكن يعني عند الضغوط أستاذ أحمد، يعني هناك من يجد أن مورست بعض الضغوط، مثل يعني قرار مجلس الأمن الأخير أيضا، أو البيان مجلس الأمن الأخير، جلوسهم مع أمير الكويت، وكذلك يعني أكثر من نقطة يعني خرج حتى ولد الشيخ بتفاؤل كبير في ذلك اليوم. ما الذي غير الأمم المتحدة عند نقطة الأمم المتحدة والتفاؤل ولد الشيخ؟ ولد الشيخ متفائل مثل ما كان متفائل جمال بن عمر عندما دخلوا الحوثيين صنعاء، عندما أعلنوا الإعلان الدستوري، عندما قاموا بتجريف الدولة، متفائل. الآن عندما ذهبوا إلى أيضا عندما قيمة المباحثات وهم في عدن وهم يجتاحوا المدن، كان المبعوث الأممي متفائلا. لا يملك المبعوث إلا أن يتفائل، هو كل يوم يروج لمثل هذه الأحاديث أن هناك أجواء إيجابية، لكن ما هو مفهوم الإيجابية بالضبط الذي يتحدث عنه؟ باعتقادي أنه هو تحولت الأمم المتحدة بهذا الشكل وبهذه الطريقة إلى مجرد طرف لا يمتلك القدرة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. هناك قرار أممي لا أحد يتعامل معه، تم التراجع عنه، لم نشهد أن هناك عقوبات أو أن هناك تجميد أو إلى آخره من القرارات التي احتواها قرار مجلس الأمن. وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة جديدة من المراوغات، مرحلة أيضا من محاولة يعني استهلاك الوقت. الحوثيون يستخدمون نفس الاستراتيجية التي استخدمها الإيرانيون في المفاوضات. نعم. خبرة طويلة جدا في إضاعة الوقت وفي استهلاكه وفي يعني محاولة تصريح شيء وإبداء شيء آخر. لقاؤهم بأمير الكويت أيضا وبالسفراء ربما هو جزء من التدليل أنهم أو الاعتراف الدولي أنهم موجودين وأنهم طرف مؤثر، وبالتالي هذا يمنحهم الكثير من الصلابة والكثير من محاولة يعني إبداء مواقف متشددة أكثر. يقابله أيضا أنهم يعولوا على أن الطرف الآخر أو الطرف الحكومي لا يتحكم في رد الفعل لكن يتعامل بناء على رد الفعل. إلى الآن الفعل ما زال بأيدي وفد الميليشيا، وهم من يقرروا متى يحضروا ومتى ينسحبوا ومتى يعلنوا ومتى حتى يتلفظوا بألفاظ وشتائم على الأطراف الأخرى، وبالتالي لا يوجد ما يردعهم. ما زال العالم يعني يتوقع أن يكون لدى هؤلاء حل، هؤلاء لا يمتلكون أي حل سياسي. هم كما يقولون وكما صرح محمد عبد السلام وكما صرح أيضا عارف الزوكا وعدد من القيادين في الوفد أنهم لم يذهبوا لتسليم السلطة. نعم. هم ذهبوا من أجل تقاسم السلطة، هم يريدوا تشكيل حكومة. طيب كيف يراهن المجتمع الدولي على جماعة يعني لا تنضبط بأبسط المعايير الدولية
للمفاوضات للمشاورات، حتى يعني عدم الالتزام بالضوابط الأخلاقية كما تفضلت، يعني أن هناك حتى شتائم للطرف الآخر بلا مبالاة. إذا أردنا أن نكون واقعين ونتحدث بمصداقية وواقعية، العالم لا يكترث للميليشيا ولا للحكومة ولا للجانب ولمن الأمني. يكترث؟ هم يكترثون أيضا لبقاء هذه المشكلة في المنطقة كفزاعة أو كأداة لابتزاز الجانب السعودي الذي ربما هو يعتقد أنه وجد نفسه مكشوفا في هذه المعركة، تم توريطه في هذا الجانب، وبالتالي العالم يحاول استفزازه أو يحاول ابتزازه، سواء عن طريق صفقات الأسلحة، سواء عن طريق الضغط عليه بمواقف قديمة وأسباب مقدمة. لكن هم إلى الآن هناك الآن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ أنها في نهاية فترة رئاسية، وبالتالي ليست مهتمة بشكل كبير جدا. الاتحاد الأوروبي لديه مشاغله الأخرى، وبالتالي نحن الآن أمام، يعني أفهم من كلامك أستاذ أحمد أن هناك تداخل في المصالح الدولية والإقليمية؟ ليس تداخل بل تضارب. هناك تضارب مصالح كبيرة جدا. هناك يعني أيضا لوبي كبير جدا لدى الحوثيون، لوبي كبير جدا استطاع تحسين هذه الصورة سواء في الخارج في الإعلام الخارجي أو في المؤسسات الحقوقية الغربية، بالإضافة إلى أن هناك دور كبير جدا لإيران والإعلام الإيراني في يعني تحسين صورة الميليشيا وإظهارها كطرف متضرر وليس كطرف فاعل. أيضا هناك مشكلة كبيرة جدا أنه لا يوجد إدارة حقيقية أو إدارة صحيحة للأزمة من قبل الجانب الحكومي، يعتمد فقط على رد الفعل، يعتمد على ربما أيضاً هذا ما يراهن عليه الطرف الآخر. هو لا يراهن عليه بقدر ما هو يثق أو مدرك أن هناك عشوائية، أن هناك ارتجال، أن هناك سوء إدارة، وبالتالي هو يستفيد من هذه الضبابية وسوء الإدارة. أيضا هو يعرف بالضبط نفسيات القائمين على الجانب الحكومي سواء في المؤسسات السياسية أو أيضا المؤسسات الوزارية. أيضا هم يراهنون على عدم قدرة الحكومة على إيجاد البديل الحقيقي والفاعل سواء اقتصاديا أو سياسيا أو حتى يعني معنويا داخل المناطق المحررة. هناك سقوط للدولة بشكل كبير جدا، وهناك أيضا فشل في إدارة المناطق المحررة إلى حد كبير جدا. هناك لم يتم القضاء على بؤر التوتر، ولم يتم أيضا سد الثغرات التي من خلالها يدخل الحوثيون ويدخل المخلوع صالح في إدارة هذه المناطق. أيضا هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق في أنه لا توجد رؤية واضحة وأدوات منسجمة، هناك خلاف داخل المؤسسات يعني لا. إلى الآن مثلا رغم التعيينات، رغم التغييرات اللي حصلت في رأس الهرم، إلا أن قيادة الهرم ما زالت بعيدة عن الوطن، ما زال رئيس الحكومة خارج البلاد، ما زال نائب رئيس الدولة خارج البلاد، ما زال رئيس الدولة. ولكن للعودة إلى نقطة يعني المصالح الدولية التي تضاربت كما تفضلت، ينضم معنا عبر الهاتف السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة من الكويت. مساء الخير أستاذ خالد. أستاذ خالد، بداية كيف تقيم إسناد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للمشاورات اليمنية في الكويت؟ الدولي حينما جاء إلى الكويت واتفقنا على عقد جولة المشاورات في الكويت، جئنا حقيقة لتمثيل التزامات المجتمع الدولي المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2116. أنت تعرفين أن القرار صادر وفقا للبند السابع، وهو البند الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يتعامل في كافة الوسائل والسبل لإتمام طيات القرار. جئنا للكويت وبعد أن رسمنا خارطة الطريق في بيل، اتفقنا من خلالها أن أنجع السبل لتنفيذ وسائل القرار هي أجندة بيل للمشاورات. في الكويت جاء المبعوث الخاص ووضع محاور خمس حتى يجعل تسلسلية مناقشة بنود القرار ممكنة، وقد قال لنا وقال للمجتمع الدولي أن الطرف الانقلابي بات جاهزا للتعاطي مع مجموع المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطات الشرعية وإطلاق سراح المعتقلين. وحينما جئنا للكويت انتظرنا الأيام الأربعة الأولى، لم يأتي الطرف الانقلابي، وحينما وصل بدأ يطرح قضايا لا علاقة لها بمحاور أجندة الكويت. بدأ يطرح قضية نهاية الحرب، وتعرفين بالقانون الدولي وقف الأعمال العدائية لا يعني ضمنا وقف الحرب، ولكن وقف إطلاق النار مشروط.
طيب أمام الرد حاسم أستاذ خالد حول هذه المماطلات التي اتضحت للعالم، يعني الأستاذ أحمد يرى قبل قليل أن هناك تقاطع في المصالح مع المجتمع الدولي والإقليمي أيضا لتظل المشكلة قائمة كفزعة للسعودية وللمنطقة أيضا، ما رأيك؟ أنا لا أعلق على قراءات تحليلية صادرة من هنا أو هناك، أترك هذا للمحللين. أنا أتحدث عن الحيثيات في طاولة المفاوضات. أنا أتحدث عن ما يجري في طاولة المفاوضات. إذا أردنا أن نذهب بعيدا في التحليل فنقول أن هذا الطرف الإنقلابي تديره الخبرات الإيرانية في التفاوض، يعمد على إطالة الوقت وعلى المماطلة، لأن هذا تكتيك اتبعته دائما الخبرات الدبلوماسية الإيرانية في كسب على طاولة المفاوضات. هم يعتقدون أن إطالة الوقت والمماطلة قد يمنحهم مساحة لإعادة ترتيب الجبهات وإعادة ترتيب ميليشياتهم، وحتى يستمروا في الاعتداء على شعبنا في تعز وعلى المقاومة والجيش الوطني في نهم. هذه فكرة قائمة على أساس وهم أنهم قد يحققوا نصر عسكري، ولكنهم طيب يعرفون أنهم لا يمكن من خلال قراءة المسيرة التاريخ القريب السنة الماضية منذ أن بدأت العمليات العسكرية ومنذ أن ذهبنا إلى جنيف الأولى في يونيو الماضي وحينما ذهبنا إلى بيل في ديسمبر واليوم عندما نأتي إلى الكويت، هناك تقدم كاسح للجيش الوطني والمقاومة الشعبية الوطنية في مختلف جبهات الصراع. نحن اليوم بتنا على مشارف مدينة صنعاء عاصمتنا الحبيبة، ولا نريد ان نستمر في 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 هذا في هذا في هذا الجدل العقيم. ان ارادوا ان ينتقلوا من مربع العنف الى مربع السلام فهناك كل الخيارات مفتوحه. ان ارادوا السلام فنحن جئنا الى الكويت مادين يدنا من اجل السلام. ان كان الطرف الانقلابي قد توصل الى قناعه بانه لا يستطيع ان يمرر مشاريع إيران في اليمن ولا يستطيع أن يبني دولة على شاكلة حزب الله في لبنان ولا يستطيع أن يفرض علينا الحشد الشعبي وقراءات الحشد لكن الشعبي. لكن أستاذ خالد لكن أستاذ خالد يعني إلى الآن هذه ليست يعني لم يمر يوم أو يومان على هذه المماطلات، هي تقريبا أكثر من 10 أيام، يعني ونحن نتحدث عن لا حل حقيقي توصلت إليه الأطراف. ما هو رد المجتمع الدولي تجاه هذه المماطلات؟ المجتمع الدولي وبطريقة وئيدة يصل إلى قناعة أن الحوار مع هذا الطرف الانقلابي مع عصابة قامت باختطاف الدولة صار قضية معقدة، فبالتالي نحن نناشد المجتمع الدولي على الاستمرار في ممارسة الضغط على هذا الطرف حتى ينخرط بدون شروط وبشكل فاعل وبدون مماطلة في مناقشة محاور أجندة الكويت. وإذا أراد مخارج سلمية لأزمته فنحن على استعداد، خارطة الطريق واضحة وأجندة الكويت واضحة والاتفاق الإطاري للنقاش في الكويت واضح، ونحن وفريقنا المفاوض جاهز ومستعد لكافة الأوراق وكافة القراءات وكافة البدائل السياسية للانخراط الفاعل في عملية تفاوضية جادة. نحن حتى اليوم لم نعتبر الطرف الانقلابي بأنه إرهابي، لم نعتبره خارج القانون، قلنا له ينبغي أن يتراجع عن إجراءات أحادية الجانب التي اتخذها، ينبغي أن يتراجع عن الإعلان الدستوري ومترتباته، ينبغي أن يتراجع عن الانقلاب على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وحينها يكون جزء فاعل حينما نعاود العملية السياسية بعد أن نستعيد الدولة وبعد أن نستعيد عافيتنا ونعود إلى وطننا ونستعيد عاصمتنا الحبيبة. حينها سيكون شريك في العملية السياسية، نريده أن يكون حزبا سياسيا لا ميليشيا تفرض قراراتها على الدولة وتعطل مؤسساتها وتفرض قراءتها للواقع اليمني. نعم طيب أستاذ خالد، كان هناك اجتماع يعني مع ولد الشيخ 4 من كل طرف، هل توصلوا إلى أي شيء؟ هل خرج هذا الاجتماع بأي نقطة إلى النور؟ يعني خاصة وقد كان هناك اتفاق يعني شبه واضح حول جدول الأعمال ولكن نكس هذا الاتفاق من قبل الميليشيا في اليوم الثاني. أنا كنت في تعليقي على
ما 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 الجهود التي تبذل من أجل إقناع الطرف الإنقلابي بالقبول بالعمل في ضوء أجندة الكويت. قلت قد نصل في نهاية بعد شهر من الحديث إلى قناعة راسخة ونعتبره مكسب من مكاسب التفاوض أن نقر أجندة المفاوضات. هل هذا ما نريده؟ هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟ هناك أجندة واضحة وهناك طاولة مفاوضات جاهزة للشروع في عمل جاد من أجل إحداث اختراق من أجل السلام في الكويت. إذا كان الطرف الإنقلابي جاهز فيمكن ذلك، يمكن أن نحقق اختراق من أجل السلام في الكويت. وكل جهود الكويت ممثلة بسمو الأمير الشيخ صباح باعتباره عميدا للدبلوماسية العربية وخبرته الطويلة في المجال الدبلوماسي وحل المنازعات، كلها ستكون في متناول الأطراف للتوصل إلى اختراق يعني جدي من أجل السلام. نعم، إذا شكرا جزيلا لك السفير خالد اليمني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ أحمد، يعني كيف تقيم هذا التفاؤل أو يعني ربما الإيجابية في التعامل مع طرف ميليشاوي يصر على عدم القبول بأي يد للسلام تمتد له؟ يعني الحديث عن التفاؤل مطلوب لكنه غير واقعي. يعني تجربتنا أو تجربة اليمنيين مع الميليشيا تجربة مريرة جدا. الحديث عن التفاؤل يعد ضربا من الخيال، وربما البحث عن مخرج غير واقعي. الحوثيون يتعاملون، أول ميليشيا تتعامل مع قضية المؤتمرات أو مع قضية أول شيء بطريقة عبثية، تتعامل مع أنه الحوار في الكويت وسيلة لتخفيف الضغط، توقف العمليات، إعادة تموضع، إعادة حشد وانتشار، أيضا تستمر في استهداف الأحياء، تستمر أيضا في تقدمها، تمارس التقية السياسية بشكل واضح جدا، تقول يعني كانت تقول ما لا تفعل، لكن الآن أصبحت تهدد وتنفذ. هي تقول إذا استمرت التواجد الضربات سنستمر في قصف المدن، لم تعد لديها هذه مشكلة أخلاقية نهائيا. عندما يتحدث الناس عن أو المسؤول السياسيون عن أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل، يعني هذا هو نوع من بيع الوهم، لأنه في الأخير هذه الميليشيا أو هذه الجماعة هي ترى أنها صاحبة حق، هي ترى انها ما زالت في منطق في موقع قوه، كيف بالتالي كيف ترضى ان تسلم لك السلطه وتسلم لك وان تتحول الى حزب والى اخره؟ هي قامت على انها اساس كيان ميليشاوي وتتعامل مع الاخرين، التهمت الدوله. يعني اذا اردنا اليوم الحديث انه سيكون هناك عوده الى ما قبل 21 سبتمبر وربما نوع من انواع الخرافه، لانه ايضا لا يمكن ان يقبلوا به لانه تم تجريف مؤسسه الدوله بشكل كبير جدا، تم اضافه يعني عشرات الآلاف في أجهزة الدولة، في الأمن، في الوظائف العامة، وبالتالي الحديث عن العودة إلى ما قبل 21 سبتمبر هو يحرجهم أكثر أمام أنصارهم، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن قضية المفاوضات تدار على طريقة البيضة أم الدجاجة. يعني هم يريدوا أن يبدأ الموضوع تشكيل يعني من الأخير. هذا الرؤى أستاذ أحمد، يعني هناك تفاوت تماما، توقع وفد الحكومة أن الميليشيا ستأتي لتسلم السلاح، وتوقع الميليشيا أيضا أن وفد الحكومة سيأتي ليتقاسم معه السلطة ولا يعود هذه إلى البلاد. هذه المبالغة في يعني المطالب ألا تجد أنها يعني غير معقولة ولا تلبي مطالب اليمنيين في الجلوس على طاولة المشاورات أو المفاوضات؟ المعقول في اليمن غير موجود أصلا. لو كان هناك معقول ما تم السماح بتحول الميليشيا إلى تحالف طرف سياسي مع الميليشيا لاتهام الدولة للانقلاب لأن يصبح رئيس دولة مطارد وملاحق وتصبح الميليشيا في القصر الجمهوري. يعني الحديث عن المعقول غير ممكن، لكن هناك ممكنات. الممكنات كانت كثير لكن يتم التهامها يوما بعد يوم. الآن أصبح هناك تمترس واضح جدا. السلام يحتاج إلى أطراف تؤمن به،
تنازلات تقدم لإحلاله، لكن ما يحدث الآن أنه الميليشيا ما زالت لم تشعر بالوجع الذي يشعر به الآخرين، خاصة لاحظنا خلال الفترة الماضية أنه تحول عدد كبير من قادة الميليشيا إلى تجار سوق سوداء، نعم، وأثروا ثراء فاحشا، وأصبحوا إلى الآن لم يتضرر أحد من قيادة الميليشيا، لم يستهدف أيضا أحد منهم، وبالتالي ما الذي سيجعل الميليشيا تقبل بالسلام إذا لم تتضرر، إذا لم تشعر بالأذى، إذا لم تشعر بالخسارة الذي يشعر بها الطرف الآخر، الذي يشعر بها الناس المواطنين العاديين؟ عند هذه النقطة أستاذ أحمد سعود إليه، خاصة يعني وأن كما تفضل أستاذ خالد، وهذه هي رؤية الحكومة أيضا، نحن على مشارف صنعاء ولكننا أتينا للسلام، نتحدث عند هذه النقطة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. كنت تتحدث قبل الفاصل أنه لن يذهب الانقلابيون إلى السلام إلا إذا شعروا بالأذى، إذا شعروا بأن هناك خسارة خسروها، ولكن يعني الطرف الآخر وفد الحكومة يتحدث أنه على مشارف صنعاء وأنه كسب كثير من الأرض والقوة في صالحه الآن، ولكنهم أتوا مادين يد السلام. إذا هذه الفكرة ربما حتى علق على هذه النقطة في المشاورة كما سربت بعض وسائل الإعلام، هذا الأمر لا يهم الميليشيا ولا يجدون أن هناك ضررا حقيقيا في مسألة أنهم على مشارف صنعاء. أولا يجب إدراك مجموعة من الحقائق تتعلق بقضية الأداء والحسم العسكري. الحسم العسكري بحاجة إلى إرادة سياسية أولا، بحاجة إلى موافقة المجتمع الدولي، هناك معارضة كبيرة من المجتمع الدولي للجوء للحسم العسكري، وهناك ارتهان لهذا الموقف بشكل كبير جدا، هناك تضحيات يعني دفعت كبيرة بشكل كبير جدا من قبل الشباب ومن قبل الناس في المناطق المواجهات، لكن الحل العسكري كانت دائما تواجهه مطالب غربية، مطالب من جهات معينة بعدم اللجوء إلى الحل العسكري، كان كلما تقدم الناس يتم وضع كنترول معين في مناطق معينة وبالتالي يتوقف هذا الموضوع. الحديث عن أن المقاومة على مشارف صنعاء هي حقيقي إلى درجة كبيرة، لكن الإرادة السياسية أو ما بعد التواجد في هذه المنطقة لم يتخذ قرار بالتحرك باتجاه صنعاء ولا حتى باتجاه صعدة ولا حتى باتجاه المناطق الأخرى التي كان بالإمكان أن تشكل خانقاً للميليشيا. هناك العديد من الحسابات الواضحة أحياناً وأحياناً غير واضحة وغير معلنة، تتعلق أيضاً بتقاطع المصالح، تتعلق أيضاً بقضية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء أيضاً أصيل في أنها لا تريد إنهاء هذه الأزمة بهذه الطريقة، ولا تريد أيضاً أن تخرج ميليشيا الحوثي وصالح من اللعبة. هناك أيضاً موقف روسي في تواضح روسي، هناك أيضاً وجهات نظر متعددة، هناك من يقول أن هناك إرادة بجعل الشمال منطقة للصراع الداخلي بين أبنائه، ومحاولة أيضا لإيجاد استقرار في الجزء الجنوبي من البلاد. لماذا يعني يفكر بهذا الشكل؟ لماذا يظل الصراع في الشمال وتهدأ الأمور في الجنوب؟ جزء ربما له علاقة بطبيعة التكوين القبلي والسياسي في المنطقة هذه، بكونها خزان بشري كبير جدا، فيه الكثير من التناقضات، وبالتالي إشغاله في داخله بصراع داخلي ربما يخفف من الضغط على الخارج، وأيضا على يجعل المشروع الوطني يتراجع بشكل كبير جدا. يراهن أيضا على أن العالم، هناك أيضا رهان من قبل الميليشيا الحوثي ومن قبل حلفائها أنه بعد فترة سيمل العالم، سيأس العالم من وصول نتيجة معينة، وبالتالي تبقى المشكلة داخل الشمال وفي المناطق هذه إلى أجل غير مسمى، وهذا ارتهان على أن هناك سيتم إمداد الأطراف بالسلاح من أجل التقاتل. ربما هذه هي جزء من السيناريوهات، لكن الحديث أيضا عن حل عسكري كان أيضا يحتاج إلى تكتيك أكبر، يحتاج إلى قرار، إلى أن تكون القيادة العسكرية والسياسية داخل البلاد، لا يمكن إدارة العمل العسكرية من خارج البلاد، خاصة أن هناك قادة عسكريين، هناك أيضا قادة قبليين موجودين في الرياض وخارج البلاد عليهم. إذا كانت الحكومة جادة في المسعى العسكري، باعتقادي أنه كان بإمكان إحراز نصر كبير جدا، ولاحظنا أنه تم إحراز في المناطق المتاخمة لصنعاء، تم إحراز أيضا تقدم في عدن، عندما كان هناك إرادة دولية وإرادة سياسية وإرادة أيضا محلية، يعني بالتالي الميليشيا
تقدم سريع في مشارف صنعاء، ولكن الميليشيا ليست تلك القوة التي لا تقهر، تم قهرها بشكل كبير جدا في مناطق معددة، لكن هناك من يريد أيضا أن يمدد في الأزمة هذه كما ذكرنا سالبا أنه سابقا أنه لا توجد إرادة دولية بشكل كبير جدا. أيضا الإشكال الكبرى أن هناك الآن تكونت مصالح وتكونت أيضا فئات ترتزق من هذه الحرب. الآن أصبح لدينا تجار حرب واضح وتجار سلاح، أصبح لدينا الآن، لكن للأسف أستاذ أحمد يعني مع كل هذا يعني إهمال المجتمع الدولي، تجار الحرب الذين ظهروا، أيضا عدم الإرادة الحقيقية لدى الحكومة، هناك يعني البشر الحقيقيين هم من يعانون وهم من ترتكب في حقهم الانتهاكات الكثيرة. دعنا فقط نأخذ المحامي والسياسي فيصل المجيدي من الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فيصل. ألو، مرحبا بك أستاذ فيصل، أنت معنا على الهواء. أستاذ فيصل، يعني الوفد الحكومي، مرحبا بك، الوفد الحكومي يعني قدم تقرير حول الانتهاكات، وتحدث الأستاذ عز الدين يعني بأن هناك استمرار قصف المدنيين بجرائم حرب، يعني هذه الجرائم قد تنسف أي مسار للسلام كما تحدث، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، الواقع أن الوفد الحكومي كان واضحا في طرحه، وبالفعل قضية ساعد تأخرت كثيرا في الطرح، ينبغي أن تكون على أعلى السلم. أنت تتحدثين عن جرائم حرب وربما قد تصنف قانونيا أيضا بجرائم إبادة، لأنها تتعلق بمحاصرة مجموعة من السكان ومنع عنهم الغذاء والدواء والأكسجين وكل وسائل الحياة، إضافة إلى استهدافهم في مناطق ليست مناطق عسكرية في الأساس، استخدام الأسلحة وقصف المدنيين في أماكن لا يتواجد فيها مسلحين، أو أن القيمة العسكرية لها أقل من سقوط أو من يعني عدد المدنيين الذين يتأثرون بهذه الجرائم، وهي بكل بالتحديد تشكل بالفعل جرائم حرب دون نقاش. هذا الحوثيين يعني يبلعون لسانهم ولا يستطيعون أن يتحدثوا عند مواجهتهم بالجرائم التي تحصل في تعز، بل أنهم لا يستطيعون الرد عن سبب ذهابهم إلى مدينة تعز، خصوصا وأن يعني اللافتة التي يرفعونها في سبيل ذلك كما يقولون هي متعلقة بمكافحة الإرهاب. اليوم حقيقة الوضع لم يعد كذلك، اليوم اتضح بأن الإرهاب متجه من جانبهم، ومن ثم القراءة الصحيحة أنه لا ينبغي حقيقة التقدم في أي مباحثات إلا بوسيلتين اثنتين، أولها رفع الحصار وبشكل واضح والسماح بممرات آمنة للمدنيين، بل وانسحاب يفترض المسلحين من مدينة تعز كبادرة حسنية، ثم الأمر الآخر طبعا الإفراج عن المختطفين بمعنى أدق، لأنه لا توجد سلطة شرعية حتى نقول معتقلين، وهذا الأمر يجب أن يدق ناقوس الخطر للأمم المتحدة كون ميثاقها قائم في الأساس على حماية حقوق الإنسان وبالتحديد الضعيفين وهما الطفل والمرأة. طيب أستاذ، أستاذ فيصل، يعني ما هو الرد حول هذه الانتهاكات التي قدمت، وما أبرز تلك الانتهاكات؟ الواقع أن تفاعل المجتمع الدولي للأسف الشديد لم يكن بحجم المأساة، بحجم الكارثة. يبدو لي أن المجتمع الدولي والدول العظمى ودول 18 بقولي الدول 22 عاكفين على إقناع ميليشيا بالعودة لطاولة المفاوضات، وليس بإقناعها بالكف عن العنف، وبالتالي يجب أن يرتفع وتيرة الدعوة إلى حماية المدنيين، وأن يكون هناك ناقص خطر يتناول هذه الجريمة قبل الحديث عن الجانب السياسي. نعم، نحن نسعى بالفعل أو تسعى الحكومة وكل الناشطين إلى جر الأطراف إلى السلام، ومن ثم بعد ذلك ربما يعني وضع المحاذير من العودة إلى مسألة تحصين المجرمين في هذه الوقائع. يجب ألا نستسلم، وهذه الجرائم كما تعلمين لا تسقط بالتقادم، ومن ثم الحقيقة يجب على الجهات الإعلامية كما تفعلون أنتم الآن في هذا البرنامج، ونشكركم، أشارة الواقع المأساوي في مدينة تعز والتركيز على ذلك ونقل ذلك وقائعا. نحن نتحدث عن وقائع موضوعية وحقائق، وليس من باب البروباغندا الإعلامية التي تخفي الحقائق. هناك حصار يعني ياسر العواضي اليوم، واسمحي لي أقول هذا اللفظ بكل، لن أقول وقاحة، جراءة، يتحدث أنه لا يوجد حصار. هم عندما يواجهون بذلك في يعني مهدي المشاط بكل يعني فجاجة، يقول أنه إلا تعز، عندما يتحدثون الناس ويقولون لا هناك حصار لمدينة تعز يقول إلا تعز، يكرر ذات الكلمة التي قالها في بيال. هذا الحوار كان أثناء يعني المشاورات، كان أثناء الاجتماعات أم خارج؟
لا 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 أثناء الاجتماعات وسمعه يعني وسمعته الأمم المتحدة هكذا نقل لنا. نعم هذا الأمر أمام بالنسبة لكلام المشاط أمام المجتمعين وعلى طاولة يعني المشاورات. أما كلام ياسر العواضي تحدث البي بي سي بهذا الطرح وهي حقيقة غريبة يعني ومنطقة، ومع ذلك لا ردود حقيقية تجاه ما يقولونه. يعني الأمم المتحدة على أقل تقدير نستطيع أن نقول نحن لا نريد أن نسيء لأحد، لكن حقيقة رد الفعل لم يكن بذلك الحد الذي يفترض، لأنهم عندما نسمع أصواتهم يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من مدن العالم وفي كثير من ربما الأماكن التي تنتهك، نعم نحن معهم في ذلك، لكن هذه وقائع حقيقية يعني يمنع الناس من الماء ومن الشرب ومن يعني كأننا في عصور ما قبل التاريخ. ما هذا؟ أنا حقيقة أرى أن الضمير العالمي ربما في موت سريري حتى ربما يصحى على كارثة. إن ارتفعت يعني وتيرة العنف وارتفعت الحرب سنجد أن مدينة تعز حقيقة كالأطلال والجروح الداخلية والشروخ المجتمعية كبيرة أكبر من أن تداويها شهور وسنوات. الموضوع يحتاج إلى معالجة سريعة حتى لا يزداد الشوك الاجتماعي بشكل كبير. إذن شكرا جزيلا لك المحامي والسياسي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ أحمد، كما استمعت لحديث الأستاذ فيصل يعني ربما يتبادر إلى الذهن سؤال، توقفت الميليشيا 3 أيام تقريبا عن ظهور هذه المشاورات لأجل إيقاف تحليق الطيران كما قالوا، ألا يستطيع الوفد الحكومي أن يتخذ موقفا مشابها أو يعني يوضح مدى استيائهم لما يحدث الآن في تعز رغم الأحاديث الواضحة أنه إلا تعز وسنقصف تعز ولن نتوقف عن قصفها؟ يعني أمام المجتمع الدولي هناك حجة قوية لدى الحكومة لاتخاذ أي موقف حقيقي تجاه ما يحصل؟ المشكلة تتعلق بطريقة التفكير وطريقة الأداء لدى الجانب الحكومي. هم ذهبوا ويتعاملوا برد الفعل، ما يعني ما بدا علينا باعتبار انه ما يعني هم فقط مهمتهم ان يكونوا موجودين ويحاججوا الميليشيا. هم لم يذهبوا الى مناظره، هم ذهبوا الى مفاوضات، كان هناك اجراءات بناء ثقه تم الاتفاق عليها، بالتالي اذا لم تلتزم بها الميليشيا كان عليهم ان يحددوا موقفا واضحا، لكن فقط ان يستمروا في الذهاب وانتظار الميليشيا وبقى ساعات طويله ومن ثم الميليشيا جاءت، الميليشيا ستاتي، الميليشيا لن تاتي، يعني هذا عبث، نوع كبير من العبث، وايضا يحتاج الى موقف واضح. انت تذهب لتمثل الضحايا، يجب ان يكون صوت الضحايا مسموعا، لا يجب ان يخنق صوت الضحايا ويتحدث الجميع فقط عنه في الغرف المغلقه، يجب ان تخرج هذه القضايا الى العالم. يعني لاحظ ان وفد الميليشيا في الكويت يذهب الى الصحف، يذهب الى القنوات، يذهب الى المنظمات ويعيد تسويق نفسه ويظهر نفسه كمظلوميه ويسوق للعالم انه في الكويت للحوار مع السعوديه وليس مع الجانب الاخر، مع الجانب مع الحكومه. وبالتالي عندما يجب ان تضع النقاط يعني على الحروف، يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة. لن نذهب إلا أو نطالب أولا بإطلاق المعتقلين المختطفين، بالكشف عن يعني مصير الضحايا أو المخفيين قسريا، بوقف إطلاق النار، بوقف استهداف المدن، برفع الحصار عن المدن، يعني هذه مطالب يجب أن تكون واضحة. يجب يوميا أن على الموقف على الوفد الحكومي إذا لم يتم الاستماع إليه أو يتم مناقشة هذه القضايا أن يقولها صراحة أمام وسائل الإعلام، أن ينظم وقفات أمام وسائل الإعلام، أن يقول ما حدث اليوم، لم تأتي الميليشيا اليوم، رفضوا 1، 2، 3، 4، نحن نتحدث عن ضحايا بالآلاف، يعني هناك يعني عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا بنيران الميليشيا، يعني وبالتالي أنت لديك كل يوم تصلهم مجموعة الخروقات التي تحدث، يعني كل يوم يتم إبلاغ الأمم المتحدة أو الوسيط الدولي بقائمة الخروقات ولكن لا يتم اتخاذ أي إجراء. يعني تصور الميليشيا هي تقول أنها هي في حرب، لا تعترف أيضا بأنها حرب مع الطرف الحكومة، هي تقول أنها لديها حرب مع المملكة العربية السعودية وأن ما يحدث في الجبهات الأخرى هو شأن داخلي، وبالتالي هذا قصور واضح جدا، ولأن العالم لم يضع النقاط على الحروف. يجب أن يعني يكتفي العالم أو يتوقف قليلا عن تدليل هذه الميليشيا. أيضا يجب على يعني عندما تذهب الميليشيا ويقابلها أمير دولة الكويت على سبيل المثال، عندما يتوجه
يتودد إليها أو وزراء الدول الـ18 ولا يصدر بيان، ويصدر بيان أنه من المؤتمر الشعبي العام ومن الحوثيين يقولوا قابلنا وطرحنا وأشدنا وقد أشادوا، يعني عند حتى يتم تزوير هذه الحقائق. إذا عندما لا يتم مقاطعتهم أو لما عندما لا يتم التلويح بأن سقف الخطاب سيرتفع ضدهم، لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية أكثر، وبالتالي يعني نلاحظ أنه ذهبوا للنزهة ولتسجيل نقاط يعني الذين كانوا يصرخون بالموت الأمريكي. بالأمس كانت هناك صورة جماعية لوفد الحوثيين مع السفير الأمريكي، واليوم حضروا اجتماع معه، وحضروا اجتماع أيضا مع السفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، ومن ضمنها سفير السفراء دول الخليج الذين يقولون أنهم يخوضون عدوانا ضدهم، لكنهم يلتقون بهم وليس لديهم حرج. يذهبون محمد عبد السلام وغيرهم ذهبوا إلى الرياض ولكن وقدموا الكثير من التنازلات، لكنهم غير مستعدين للتنازل لأنهم لا يعترفوا إلا بصوت القوة. إذا كان هناك قوة وتضرروا يعني منها سيعترفون. أستاذ أحمد للآخر ولا يوجد تنازلات للطرف اليمني هكذا يعني يتضح؟ واضح جدا خلال مفاوضاتهم سواء في الرياض أو في الظهران أنهم مستعدون لتقديم التنازل للطرف الخارجي. ومع ذلك تستمر المغالطة أمام الشعب. هم يقدمون تنازلاتهم للخارج مقابل أن يتم التخفيف عليهم داخليا من أجل أن يفرطوا في تعذيب اليمنيين وأيضا إهانتهم وأيضا ارتكاب الجرائم. إلى الآن ما زال صوت العالم خافتا تجاه ما يحدث في اليمن، وبالتالي يعني هم الميليشيا تراهن على مسألة الوقت ومسألة يعني تمطيط وتمديد أيضا زمن المحادثات وإفشالها. هم يراهنوا أن والعالم أيضا ليس لديه أولويات مختلفة، لدينا تجربة الصومالية ربما أكثر من 25 عاما ونساها العالم ولم يعد يتحدث عنها. هناك أيضا المشكلة العراقية، هناك المشاكل، وبالتالي العالم يتحدث مع لا يحترم إلا لغة القوة ولغة الأقوياء، وبالتالي إذا أرادت الحكومة ولغة الأقوياء الآن مع من؟ للأسف أن لغة القوة الآن هي بيد الميليشيا. الحكومة تتعامل كما قلنا برد الفعل، ليس لديها مشروع واضح للدولة لاستعادة الدولة، هي تريد أن الميليشيا التي نهبت الدولة أن تعيدها، وهي لن تعيدها. ويعني هي تتعامل بأن علي عبد الله صالح أو المخلوع لديه يعني فجأة سيصحو ضميره ويقول نذهب لتسليم السلطة، لن يصحو ضميره، هو قاتل وتحالف مع مجموعة من القتلة، يعني قتلوا اليمنيين بدءا من صعده مرورا يعني وصولا طيب إلى في ظل هذين الطرفين المتضادين تماما أستاذ أحمد، ولا توجد حتى رؤية واحدة تجمعهما، ومع ذلك يظل بيع الأمل لليمنيين أنهم على طاولة المشاورات أن هناك سيحدث ربما سحر لحل كل هذه المعضلات. هل من انفراجة مستقبلية يعني من خلال هذه الأطروحات التي طرحتها؟ إذا أردت الحقيقة فالشعب اليمني أو اليمنيين أكثر واقعية من النخبة السياسية، هم يدركوا أنه لن يكون هناك حل سياسي، لن يأتي الحل من خارج اليمن، الحل سيأتي من الداخل، وما انتزعته الميليشيا لن يعاد بالمفاوضات، سيتم انتزاعه، يجب أن يتم انتزاعه، وهكذا يفهم الناس. يعني الناس لم يعد يعولوا على المجتمع الدولي، لم يعد يعولوا على الحلول السياسية، أصبحوا يعني في المناطق تعايشوا مع الميليشيا رغم القهر، لكن نلاحظ أن هناك أيضا مقاومة، ومقاومة هذه يجب أن يعني يتم الالتفات لها. النساء في صنعاء اليوم يقاوم، نقابة العمال نعم تقاوم أكثر هذه صحيح. وبالتالي أصبح الآن هذه هي اللغة الحقيقية، والناس يعني سي يعني يبتكروا أساليب للمقاومة لأنهم لم ربما من يقف على الجانب مع الشعب هو من يعني ربما ستكون كل الحقائق معه. شكرا جزيلا لك أحمد أزرق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا اليوم في المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وما زال الأمل يداعب اليمنيين بأن يعود السلام إلى بلدهم المختطف. شكرا مرة أخرى لكم، لنلتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله وأمنه.